صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1069 من كورس سي شارب بفضل الله دي بي اكزامبل سبورت. ودلوقتي عاوزين نظبط موضوع التعديل والحذف اثناء البحث عن المصروفات. اكسبنس نيم اي ديليت واديت، هنجيب دي هنا ونختار خاصيه موديفايرز نظبطها على بابليك ونعمل سيف ونقفلها، ونجيب دي ونجيب خاصية موديفايرز بتاعتها الأداة، وادي public save وقفل، وهنجيب expense name search دبل كليك على اللود، وهنيجي يا منيو أنا هبرمجة dot item كليك زائد بتساوي delegate، وفي السكة object my sender، سمي my sender لان عندي هنا sender ما ينفعش اسمي sender هنا، كوما و tool strip item clicked event args، حدث غريب شويه نسميه my e، وادي الاقواس الخاصه بالديليجيت، وادي السيمي كولون الخاص بالديليجيت، وهنا هبدا اعمل ايه، ابدا اشتغل. هنعمل ايه؟ اول حاجة تحكم بينا الماي اي، لو الكليك ده ايتم النيم بتاعها اللي اتداس عليها بتساوي ايديت يبقى هو كده داس على ايديت، غير كده يبقى هو داس على التانية لان انا ما عنديش غير اتنين. حلو قوي. هنا اعرف اف ار ام اكسبنس نيم ايديت، نسميها اف ار ام بتساوي نسخة جديدة منها، وهنا اعرف FRM expense name delete نسميها FRM بتساوي نسخة جديدة منها. فوق خالص هنطلع نعمل متغير من نوع int نسميه my number، النمبر يعني بتاع ايه، بتاع مسمى المصروف، وده بيساوي اللي جاي يعمل له على طول casting لانت اوتوماتيك. ادي DGB search expense dot، انا عايز الروز اللي محتاجين نعدله، وعايز اول خلية فيه عايز الفاليو اللي جواها سيمي كول. نيجي هنا هنعمل
ال m dot open form in main with close ونديله ال frm ونعمل سيمي كولون، وهنا m dot open form in main with close ونديله ال frm ونعمل سيمي كولون، وهنا هننادي على ال frm هنلاقي جواها ال expense name for edit، نظبط set value بتاعتها على الماي مين الماي نمبر سيمي كول، وهنا في الاف ار ام هنلاقي الاكسبنس نيم فور ديليت، نعمل سيت فاليو ليها على نفس النمبر ماي ايه ماي نمبر. ستيب 5 علشان نجرب هذا الكود، وادي تسجيل الدخول، وادي قائمه بحث، وادي بحث المصروفات. كليك يمين على الاشتراك الانترنت، تعديل مسمى المصروف اهو جابهولك وقال لك عدل، اغلق. كليك يمين على ايجار مقر الشركه وتعديل جابهولك، اقفل. كليك يمين على مصروفات نسبيه وعدل، اقفل اهو. كليك يمين على نفس البيان اهو نفس القصه. كليك يمين هنا وحذف مسمى المصروف اهو جاهز. كليك يمين حذف مسمى المصروف جاهز اهو بفضل الله، شايف اهو. كليك يمين حذف مسمى المصروف اهو بفضل الله جاهز. فاوبشن جديده بفضل الله بتفتح في البرنامج، بتساعدك اكتر وبتفتح لك افكار اكتر وبتخليك تظبط البرنامج بتاعك اكتر بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.